الحول الوحشي التبادلي، وحشي يعني العين بتنحرف الى الخارج زي ما اتفقنا، وتبادلي يعني بيبدل، ساعات تبقى العين اليمين هي اللي بتبص او هي المستقيمه والعين الشمال هي اللي حلة، وبعد شويه يبدل تبقى العين دي تحول والعين دي تستقيم، وهكذا يفضل يبدل بين العينين، عشان كده بنسميه حول وحشي تبادلي. المرضى بتوع الحول الوحشي التبادلي بنلاقي دايما نظرهم كويس جدا. ليه كويس؟ مع ان درجه الحول بتبقى كبيره قوي، بنلاقيهم حول قوي يعني شكلهم وحش قوي، ولكن لما تيجي تقيس النظره تفاجئ ان انت العين المريض شايف بالعين دي 6 6 وبالعين دي 6 6 او اقرب الى هذا. يعني ليه؟ لانه بيبدل، العين دي بتستقيم وبتنظر وبعد كده تحول شويه، والعين دي تستقيم وتنظر وبعدين تحول شويه، يبقى كل عين بتنظر وتستقيم نصف الوقت تقريبا. هذه الاستقامه وهذا النظر هو اللي بيحافظ على الوظيفه البصريه للعين وما يخليش نظرها يقل. وبالتالي العينين دول نظرهم كويس، ولكن عندهم مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هو مش بيبص بعين واحده، طول الوقت باصص بعين واحده مش بعين الاثنين، ما بيبصش بعين الاثنين لنفس الشيء في نفس الوقت، ودي وظيفة بصرية حساسة جدا عند الإنسان ومطلوبة، وبالتالي ما هذه الوظيفة لن يكتسبها الإنسان إلا إذا استقامت عينين الاثنين في نفس الوقت. الحاجة التانية بقى اللي بيتضايق العينين دي، وهي أكتر في الحقيقة اللي بيقولنا يطلبوها، شكلهم، برغم إن نظرهم كويس جدا ولكن شكلهم بيوحش جدا، ودايما بيجوا يطلبوا إنهم يصلحوا هذا الحول عشان مظهرهم.